شبكة الشام في إدلب إياد كورين. الموقع أو الموضع في إدلب يسيطر عليه السيطرة أو انسحاب القوات النظامية من سراقب ومقتل 28 جنديا نظاميا، ماذا في التفاصيل؟ نعم، أود أن أذكر الآن بهذه الأخبار العاجلة التي يستمر فيها محاصرة حاجز المعصرة في منطقة محبل من قبل الجيش الحر اليوم الثالث على التوالي. وفي الأمس قامت قوات الجيش الحر بتدمير تعزيزات قادمة من جسر الشغور لمساندة حاجز المعصرة، وهي عبارة عن دبابتين ومجموعة من الجنود. وتقوم مجموعة من الجيش الحر الآن بقطع الطريق في قرية فريكيا والتي يؤدي إلى حاجز المعصرة، وتشارك في حصار حاجز المعصرة حيث تصدت لرتل عصابات الأسد القادم من جسر الشغور، وقام بتفجير دبابة وعطب بردي ام، وقتل ضابط برتبة نقيب كان يقود سيارة عائدة من كيث للأهالي. كما يستمر القصف إلى الآن على القرى المجاورة المحيطة بحاجز المعصرة من قبل الجيش الأسدي، حيث يستعمل القصف فوارق الضغط على الجيش الحر ليجبره على وقف ضرباته للجيش الأسدي. وتستخدم قوات الأسد المدافع الثقيلة والمروحيات، حيث توجهت الآن مروحية إلى منطقة محمبي لتشارك بفك الحصار عن هذا الحاجز. وأصوات الانفجارات تهز المنطقة نتيجة الاشتباكات العنيفة، ويقوم الطيران الحربي والمروحي بالقصف على ريف جسر الشغور، فريكيا وسلة الزهور والمنطار والزيادية وقرية الشاتورية وقرية الزعينية والكندة وسما ذوي انفجارات ضخمة. هناك طفلة شهيدة وإصابات العديد من الأطفال كحصيلة أولية. وقد استطاع الجيش الحر قبل قليل السيطرة على حاجز في قرية سلة الزهور بعد اشتباكات منذ الصباح الباكر، وتم تدبير دبابة 72 لقوات الأسد. كما قام الجيش الحر في منطقة تراقب بتحرير المدينة. هذا بالضبط ما أردت أن أسألك عنه، عن سراقب وعن السيطرة على حاجز الويس، وصحح لي الاسم إن كنت أخطأت فيه. هذا الحاجز بعد السيطرة عليه، هل تم السيطرة بشكل تام على سراقب، وهل من تواجد للقوات النظامية وإن عن بعد؟ نعم، استطاع الجيش الحر تحرير مدينة سراقب بالكامل بعد تدمير حاجز حميشة وحاجز الإكارتا وحاجز معمل الويس بعد اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام. وتم اغتنام الأسلحة والذخائر بعد خسائر كبيرة للجيش الأسد بالعتاد والأرواح، حيث تم تدمير دبابة 72، وتم نصب كميل العناصر الطارئة من هذه الحواجز وتم القضاء عليهم. واستشهد من الجيش الحر نتيجة اشتباكات 4 جنود منه. كما شهدت مساء الأمس كل من سرجة وكورين في جبل الزاوية قصف عنيف من معسكر المصطومة، حيث استمر القصف لساعات متأخرة من الليل، أدى القصف إلى دمار كبير للمنازل. في معركة نعمان والتي تتعرض لقصف من الطيران الحربي والمروحي الأسبوع الثالث على التوالي بكافة مناطقها رغم النزوح الكبير للسكان منها، وأدى القصف إلى دمار كبير فيها. أكثر من 70% من المنطقة تم تدميره نتيجة القصف من الطيران الحربي والمروحي. وقرى جبل الزاوية لم تسلم من القصف اليومي من حاجز القرميد، حيث طال القصف من أكفرومة وقرية البارة. وتقوم قوات نظام باستهداف قرى جبل الزاوية لإيوائها النازحين من معركة نعمان. وما زالت قوات الجيش الحر محاصرة لمعسكر وادي الضيف، وتستمر محاولة القوات نظام بفك الحصار عن هذا الحجز، ولكن الجيش الحر ما زال يمحكم القبض على تلك المنطقة. بالنسبة للوضع الإنساني وخصوصا النازحين معركة نعمان وريفها، فإن أكثر من 250 ألف نازح يعانون بشح المواد الغذائية والطبية، وحتى بدون منازل أو خيام يلجؤون إليها. وقد التقيت ببعضهم وهم يقولون لا ينتظرون من أحد دموع تزرف عليهم، ولكن هم بحاجة إلى عمل وتحرك جدي وسريع جدا لمساعدتهم. فهم تحت الأمطار، ويوجد نقص كبير من مستلزمات الحياة الأساسي لهؤلاء النازحين، حيث فقدت عشرات العوائل منازلها بسبب القصف لقوات النظام عليها. أكثر من 70% من المنازل دمرت، والأهم من ذلك كلهم مادة المازوت المفقودة منذ أشهر، والتي تعتبر المادة الأساسية في موسم البرد والشتاء. إنها مأساة حقيقية عندما ترى الناس تحت الأشجار يفترشون الأرض ويلتحقون السماء، والبرد والموت يحاصرهم من جميع الجهات. نعم. بالتزامن مع كل هذه التخوفات والأوضاع الإنسانية والاشتباكات وأعمال العنف، كانت هناك دعوات لتظاهرات الجمعة باسم طرد السفراء، هل كان لها أي استجابة في إدلب وريفها؟ بالنسبة لإدلب دعوات المظاهرات هي قليلة جدا بسبب استهداف التجمعات الكبيرة للسكان، عندما يكون حيث يتم استهداف تجمع الافران وتجمع المظاهرات من الحواجز المتواجده بقرب من المناطق، فيتخوف الناس من التجمع في المناطق بسبب عدم استهدافهم بالقصف. اياد كورين الناطق باسم شبكه شام في ادلب، شكرا جزيلا.